شو رأيك ب 5000 أو 10000 دينار أردني يساعدوك بتطوير لعبتك وتسويقها على متاجر التطبيقات؟ مختبر الألعاب الأردني أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أسس عام 2011 علشان يدعم الشباب ويطور مهاراتهم في صناعة الألعاب الإلكترونية. شرفنا سمو ولي العهد بلقاء من خلال قمة صانعي الألعاب الإلكترونية اللي بينظمها مختبر الألعاب الأردني، وأعطانا توصيات لدعم الشباب علشان يسرعوا تطوير وإطلاق ألعابهم على متاجر التطبيقات. اشتغلنا على خطة واليوم بنطلق نافذة تدعم الشباب علشان يقدروا يحطوا مشاريعهم وتنافس على السوق العالمية. دعم بصل ل 5000 دينار للمطور المستقل أو مجموعة من المطورين المستقلين، أما الشركات الناشئة ممكن يصل الدعم ل 10000 دينار. كيف تقدم؟ كتير سهل، بس عليك تزور www.gaminglab.jo، حتشوف التعليمات هناك وحتشوف كيف ممكن تقدم للدعم المادي اللي بيقدمه مختبر الألعاب الأردني.